نعم، الآن أكو بعض الرواديد أو الشيوخ عند الخطباء الناعين يصورون السيدة زينب بالذل والتعرض والتهجم عليها. شوف حبيبي هاشم، أن الحسين ليش أخذ أخته وليش أخذ عياله، هذه صار فيها كلام ومؤلفات فيها على أنه الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي كتب أو كان ضمن البرنامج للحسين صلى الله عليه وسلم، على أنه تظهر مظلومية هذا الخط وظلم الظالمين بشكل واضح في قتل سبط رسول الله وسبي نسائه. إن شاء الله يراهن سبايا وإن شاء الله يراني قتيلة. زين، هاي الحالة اللي هي مسؤولية الإمام الحسين، واحد يقول شلون الإمام الحسين راح انتحر؟ لا ما انتحر، حتى المجاهدين الآن الشباب الآن المتطوعين الله يحفظ المجاهدين لما يروح على الساتر مع الدواعش حتى شي يسوي؟ حتى يجاهد، ينقتل بل ينقتل، شلون هذه راح ينتحر؟ مسؤولية الأمة أن تدافع عن كيانها، أن تدافع عن دينها، حتى لو أدري راح أقتل، هذا مو انتحار. حتى لو أدري راح أقتل هذا مو انتحار، هذه مسؤوليتي. شلون مسؤوليتي أوقف أصلي؟ مسؤوليتي أن أدافع عن الدين حتى لو كان فيه شنو؟ حتى لو كان فيه قتلي. ولذلك أصحاب الحسين لما قال لهم يا جماعة ترى الجماعة ما يردوني ما يردونكم إلا أنا، فأنتوا روحوا، إيش قالوا؟ قالوا يا ابن رسول الله لو نقتل 70 مرة ما تركناك. يعني قضية مسؤولية، فمسؤولية الحسين هذه وأداها، أداها جزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. زين، أما نيجي نقول أن عظمة السيدة زينب، شلون هاي العظمة الخطباء والكذا يصوروها ذليلة ومسكينة وكذا؟ لا، هم في الواقع لا يصورونها ذليلة، يصورونها منكوبة محزونة مظلومة. الظلام شيء وأن يكون الإنسان ذليل شيء آخر. هي مظلومة، صدق مظلومة، قتل أولادها، قتل إخوتها، قتل أولاد إخوتها، قتل أصحابها أو أهلها، هي مظلومة محزونة، محزونة كئيبة تبكي، ولكن شنو؟ لا تقول ما يسخط الرب، ما تقول شيء، وإنما هم نفس الخطأ يقولون أنه ذهبت إلى جسده وأخذته وقالت اللهم تقبل منا هذا القربان. قوية، وقفت في مجلس يزيد تكلمت بذاك الكلام القوي، أهل الكوفة شلون سكتتهم. فأقول شنو؟ أن نميز بين المظلومية وبين الذل. السيدة زينب ما ذلت، لا، نعم ظلمت. الخطباء حتى يبينون الظلام يقول نعم ضربت وكذا، منكبها كذا على ما أدري نوق الهزال ركبت وضربت وأهينت، نعم هاي ظلامات، ولكن ليس كل من يهان هو ذليل، أبدا أبدا. هواي أنبياءنا أهينوا ولكن هم أعزاء، أعزاء في أنفسهم وفي موقفهم. سيدة زينب الذليل يوم الإنسان في الواقع يتنازل عن قيمه ويتنازل عن مبادئه، وليس هناك ربط بين عزة الإنسان وبين أن يكون ماذا؟ أن يكون مظلوما، أن يكون قد وقع عليه الظلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا أن نقرأ قضية كربلاء بشكل جيد. أنا أشكرك على مداخلتك. نعم عندي